اخبار اليوم. واحنا ما شككناش في ده. انت بتقول ان الطياره اتضربت في سينا، عايز تقول ان في شكل امن، اطلع سينا. لو عايز تعمل كده خد مجموعات القضاة زي ما خدتهم كده واطلع بيهم سينا، خد الفنانين اللي طلعوا. وانا ما بلومش على الفنانين بمنتهى الصراحة، الفنانين نفسهم يخدموا بس هم مش عارفين يخدموا ازاي، زي ما راحوا المانيا كده قبل كده. العيب على اللي بيقول لهم تعال احنا بنكلم نفسنا. المجتمع الغربي مش هيفرق معاه، اولا امنا المفروض يبقى عندك كل درجات الامان موجودة. تاني حاجة واللي أتمناه على الناس كلها، إنها السائح لما يجي ما يبقاش حاسس إنك جاي. إحنا فعلا بنتعامل مع السائح على أساس إنه فرصة ولقطة نخطف منه ونخطفه مننا من بعضنا. عايز أقول لك ضعيف المصريين كلهم، زي مهرجانات السينما، مهرجان القاهرة مفروض ينافس مهرجان دبي، لكن اللي بيحصل انه بينافس مهرجان اسكندريه او اسكندريه بينافس مهرجان الاقصر. احنا كمان بنقف ننافس بعضنا، سواق التاكسي ده عايز يخطف ده من سواق التاكسي ده، والشيال ده عايز يخطف من الشيال ده، واللي في سخيف احنا جزء. احنا مش هنربي الشعب بس هم اسهل حاجه بياخدوا منها برضو. احنا جزء، احنا جزء. لكن انا في الاول قبل ده لابد ان يكون هناك دورات تدريبيه خلاص ليهم، عشان يفهمهم ان ليه هو لو زميل خد ده وانت اللي خدت بعديه هتشجع السياحه مش هتقلل دخلك. مش مين اللي هيعمل دورات التدريب دي؟ كل المسؤولين عن السياحه. اذا بتوع السياحه دول ما حسوش ان ده عامل مهم ليهم، هم دايما يتكلموا عندنا اثار. ايوه يا سيدي عارفين عندنا، وعندنا اوتيلات، والله عارفين ان عندنا اوتيلات. لكن عندك ناس انتوا، احنا للاسف وده الشيء الواحد بيقوله هو بتقطع، نحن قوة طاردة للسياحة، طاردة. روحي الهرم ويا سلام لو انت مش مصرية خواجاية وتفرجي هيعملوا فيك ايه. فالناس لازم من اول ما ينزل من الطيارة ويروح الهرم ويروح لازم يحس ان الناس دي مبسوطة انه موجود وعايزة تساعده. السياحة والاماكن السياحيه بتعاملني على اساس ان انا الفرخه اللي بتبيض ذهب، فالمفروض ان انا لما اروح اصور عنده فرصه ان انا رايح اصور. يا استاذي احنا بنجيب الافلام علينا وعلى الاجانب، والفيلم الاجنبي يجي واحد يقول له والله ده هيكلفك يعني 900,000 جنيه، او ساعات يقول له بالدولار خلاص. فانا ليا علاقات فيكلمني فاروح فاجيبها له ب40 او ب400 او ب500، يعرف على طول ان احنا نصابين. يعني حضرتك بتتكلم ان في سياسه خاطئه. مفيش قاعده منطقيه وتدعم السياحه في اسعار الاماكن السياحيه، لا بالنسبه للجمهور ولا بالنسبه للدراما ولا بالنسبه للميديا. كلها حاجات عشوائيه على حسب ما بيخطر في دماغ الموظف. وانت اذا سمحت لده فتحت باب فساد عظيم جدا. خد بالك بتقول له اتفضل خش. مش ناوي تعمل انتاج وثائقي مثلا عن الحاجات الاساسيه اللي موجوده؟ لا للاسف انا بنتج، ابقى بكذب عليك، انا راجل بنتج دراما بس.